حسنا يا تيدي، اليوم سنلعب لعبة الطبخ. سوف أحضر حساء لتيدي وتروترو وأمي وأبي. ولتحضير الحساء يجب إحضار بعض الخضروات. والآن نحن نحتاج بعض البطاطس. إن هذا الحصى يشبه البطاطس. ياي، هذه البطاطس جيدة. سأحتاج كذلك بعض الخضروات. جاءتني فكرة، سوف أقوم بإضافة بعض الجبن أيضا. نخلط ونخلط ونخلط. نحتاج لقليل من الملح. حسنا، لقد وصلنا للملح. شكرا يا عربتي. ماذا نحتاج أيضا؟ الماء. والآن احترس جيدا يا تروترو، لا يجب أن ينسكب شيء. نخلط ونخلط ونخلط. والآن أصبح جاهزا. حسنا، حان الوقت ليتذوقه تيدي وأمي وأبي. أبي، أمي، أقبلها وتذوق حسائي. هيا يا أبي، تذوق حسائي اللذيذ. إنه حساء لذيذ يا تروترو. هيا يا أمي، هيا تذوقي. لا، حسائي. يا للخجل. لقد أوقعتيه يا أمي. لكي أعوضك سأعد لك حساءك المفضل على العشاء. قليل، لحسن الحظ تبقى القليل ليتذوقه تيدي.